بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه مالك؟ لا وفي ايه؟ في ايه مالك؟ يا انجي يا حبيبتي في ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه يا دخولي؟ هموت هموت يا هموت العقل ايه؟ اتخلي هموت. اخبار ايه؟ ايه الصوت ده؟ تروح شاي من عند اوضه الحريم. هم هم شوف في ايه؟ ربنا يستر. في ايه؟ في ايه؟ هم يا بنت خشي خشي انت الاول خليهم يستر نفسه. لا اله الا الله خير استري نفسك. في ايه؟ اهدي اهدي بس مالك؟ في ايه؟ مالك يا مرت المظلوم؟ ايه اللي صابك؟ اهدي يا راجع يا جمال. ايه اللي شاف؟ ايه اللي حصل؟ معرفش. مره واحده صحيت صحيت مجموعه معرفش انت قفشت ودمرت رقبتي. لا اله الا الله. انت بخير؟ الحمد لله بس مش عارفه مالها. البنيه شكلها مش متحمله. بسم الله. قاعده تدرع شكلها ليه؟ لازم دكتور. انا هروح اخبر ستي. محارب؟ انت محارب صح؟ محارب؟ محارب مين يا اسطى؟ النمر غلط. ما تقلقش يا جدع، امان وربنا الدنيا مقلوبه عليك، انت ما تعرفش حد. انت بتخرف ولا مبلبح حاجه ولا ايه؟ ابعد من وشي، انا مش ناقصك. انت رحت ايه؟ احنا وش الفجر. انت غريب، والغريب هنا بيتسلم في غمضه عين. يا جدع ما تخافش، محدش معايا. انا في الصعيد مش في البندر، انا اوضه وصاله. لو حد من اهل البلد لمحك وانت فرضاني كده بطولك هيتبغوشوا ويقولوا مين ده بقى، ويسالوا ايه حكايته وروايته. والصعيد ما بقاش زي زمان، دلوقتي كله معاه الموبايل والتيك توك مغرق الدنيا، وانت وشك بقى معروف يا نجم. اسمعالة ورحمه امي لو طلعت مزروق عليا ولا حد لميك عشان تسلمني، لا خليك تندم على اليوم اللي شفتني فيه. فهمت يا عم؟ ما تكملش، انا مزقوق ولا برقوق، انا هربان زيك، وعارف ان انت ريلك جت الخيه دي غصب عنك، وان صورت امك مش بتفرقك. انا كمان مظلوم وحاسس بيك صدقني، وعارف ان المظلوم بيبقى عامل زي الغريق، يبقى نفسه في قشايه يتعلق فيها تسنده او تنجده. وانت بقى القشايه يمكن يوضع سر في اضعف خلقه، مش ربنا رماني في سكتك عشان انورها لك؟ مش كده بساعدك؟ ربنا يساعدني وتبقى انت القشايه يمكن. يلا يلا بقى من هنا عشان الدنيا بره ما تلبش حكمها سبب. يلا يلا بدنا نشوف المال، هنتكلم بعدين يا عم. يلا يا رب دايما. ايه يا حبيبتي في حاجه؟ لا ده انت مش معايا خالص. معلش يا مريوم والله، في بس قضية شغلة لي تفكيري كده شوية. مخليك مبسوط وبتضحك قوي كده. انت عارف يعني لو انا ما كنتش بثق فيك كنت افتكرت ان القضية دي واحدة ست. طب الحمد لله انك انت واثقة فيا. يا سلام. وبعدين هو انا اقدر اصلا ابص القمر غيرك؟ طب ما تقول لي ايه هي القضية دي اللي مخليك مبسوط وفرحان قوي كده؟ لا مفيش، كنت بخطط لحاجة كده، و لما شفتها بتحصل قدام عيني وهتقلب الدنيا ازاي بقيت مبسوط بنفسي قوي. مبسوط بنفسك قبل ما تحصل؟ على اعتبار ما سيكون يعني بمهد لنفسي اللي هيحصل. عارف يا حسام اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ ثقتك بنفسك. ثقتك بنفسك بتخض، بتبقى شايف ان كل اللي حواليك شايفينك انك خسران وشمتانين فيك وفرحانين فيك، بس انت متأكد ان انت اللي هتضحك في الاخر. ده مش بس كده، ده انت كمان هتقعد تتفرج عليهم وهم بيموتوا بحسرته. بس لعلمك مش دايما، يعني احيانا ثقتي بنفسي ممكن تقلش. اشك وراهنك ان كل حاجة انت بتفكر فيها هتحصل. طب ولو ما حصلش؟ طب قول لي عليها عشان وانت بتتفرج وبتضحك اضحك معاك. ماشي هقول لك.
فاكره القضيه بتاعت عزازي والواد ده اللي امه اتقتلت تحت العربيه اه اخوه بقى مالك؟